بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لما اتكلمت بعد مباراه المغرب وملاوي واتكلمت على ان شخصيه المنتخب المغربي مش قويه، في ناس كتيره جدا زعلت من الكلام ده وفي ناس ما عجبهاش الكلام. بس لما الناس دي اتفرجت على مباراه منتخب مصر امبارح قعدوا يشوفوا المنتخب المغربي بيعمل ايه جوه الملعب، اتصدموا جدا من شكل المنتخب المغربي بعد الخساره. طب انا جاي اتكلم عن المنتخب المغربي، هل انا من الناس اللي كنت بتمنى المنتخب المغرب يكسب امبارح؟ لا، احنا هنعدي موضوع امبارح ده وهنقعد نتكلم عن المنتخب المغربي كمنظومه وكفريق، لانك لو دورت على المنظومه عايزه ايه؟ المنظومه عايزه تاخد بطوله افريقيا، ولا المنظومه كل هدفها ان هي توصل كاس عالم، ولا المنظومه كل هدفها ان هي تجيب لعيبه كتير محترفين من اوروبا وتحطها وتلبسهم تيشيرت المنتخب المغربي؟ المنظومه عايزه ايه؟ بتريح ناس كتير. هل المنظومه في المغرب عايزه تتويج بكاس الامم الافريقيه؟ صراحه ما اعتقدش. المنظومه يمكن كل همها ان هي توصل لكاس العالم عشان خاطر المنتخب المغربي يتم يعني يتزع صيته في العالم كله ان هو بيوصل لكاس العالم كتير، ودي حاجه كويسه. بس الحاجه اللي مش كويسه انك تجيب لعيبه محترفين كتير وما تعرفش تعمل فريق، وده الوحيد خلاص فاشل فيه. الوحيد خلاص من ساعه ما جه المنتخب المغربي هو فاشل فشل رهيب في ان هو يعمل فريق للمنتخب المغربي. فلما تيجي تتكلم عن في مدير فني مش عارف يعمل فرقه، فلما تتكلم عن شخصيه الفريق مش موجوده، فدي حاجه معلش يعني هايفه. اللي هو مدير فني انت جايب له ادوات وجايب له لعيبه وجايب له ناس كتير من اوروبا ومطلوب منه ان هو يلعب اللعيبه دي ويعمل مجموعه كويسه، بس المشكله ان هو مش عارف يعمل مجموعه كويسه. ليه؟ لان كل ما المجموعه كويسه يجيب لعيب تاني ويقول لك ما نحطه جوه المجموعه، ولما اللعيب ده ينجح ما نجيب لعيب تالت ونحطه جوه المجموعه، لعيب رابع ما نحطه جوه المجموعه، لحد ما توصل انك ما بقاش في مجموعه اساسا. منتخب المغرب ما فيش حاجه اسمها قوام اساسي، ما فيش حاجه اسمها انسجام، انسجام ده معدوم، ما فيش حاجه اسمها انسجام في الفرقه خالص، ما فيش حاجه اسمها في لعيبه بتلعب جنب بعض اربع خمس ماتشات علشان خاطر اتعودوا على طريقه لعب بعض. لا، احنا كل مباراه هنغير لعيب، كل مباراه هنحط اتنين تلات لعيبه جوه الملعب. طب الانسجام اللي انت بتضربه في الخلاط ده، لا انسجام ايه؟ مش مهم الانسجام. طب معلش، هل في روح قتاليه عند اللعيبه بتاعتك؟ مفيش. طب معلش، هل في مساعدات تكتيكيه انت بتقدمها على الخط؟ لا مفيش. قراءات فنيه مميزه؟ لا مفيش. لعيبه خط نص بيقدروا ان هم يتحكموا في اوقاع الملعب؟ لا والله، انا بحاول ان انا اخلي الاطراف بس اللي تعمل ادوار، سواء اشرف حكيمي او بوفال، بحيث ان ادم ماسينا هيقف وهيزيل اشرف حكيمي من ناحيه اليمين، وبوفال هيقدر ان هو يشيل ناحيه اليمين هجوميا. طب نص الملعب، نص الملعب انت كده بايع فكره ان انت بتلعب في العمق، انت كده شغال اطراف بس، فلما الاطراف بس اللي تقفل هتعمل ايه؟ مش هيكون ليك اي شغل جوه الملعب. وده اللي حصل امبارح، كروش كان جاي يقفل لك ناحيه اشرف حكيمي، وبعدها اتصرف بقى حلو. انت بقى كنت قافل نص الملعب على نفسك لان انت قررت تحط اتنين ديفندرات زي بركوك وزي مرابط، وتحط معاهم لعيب زي ملاح، على هو ده الوحيد اللي واخد ادوار هجوميه، 4 3 3 بتلعب باتنين ديفندرات، واحد بس واخد ادوار هجوميه. بس. طب عمران لوزه؟ لا، عمران لوزه كنا بنحتاجه في ماتشات بنكون عايزين نعمل ايقاع وشكل كويس في نص الملعب. طب انت بايع كل حاجه؟ انت رامي كل حاجه على اشرف حكيمي. انت لو بتلعب مدير فني ما عندوش اي فكره هيقول لك المنتخب المغرب شغال بس ناحيه اليمين، فانت مسلم نفسك تسليم اهالي، غير انك مسلم نفسك تسليم اهالي. ايه لازمه منير الحدادي؟ منير الحدادي اللي وجوده في الملعب هيرجعنا تاني لقصه هل المنتخب المغربي فيه سمساره اساسا في الفرقه ولا لا؟ هل في فعلا مدرب عام بيجيب لعيبه من اوروبا يحطها علشان خاطر سمساره وياخد منها فلوس؟ هنرجع الكلام ده تاني. الكلام ده انا عملته فيديو لوحده. اه والله بجد، تخيل انا بتكلم على منتخب المغرب وعملت فيديو ان منتخب المغرب فيه سمساره وفيه فلوس بياخدوها من اللعيبه علشان خاطر يجيبوها من اوروبا تلعب مع المنتخب المغربي. اه والله بجد، يعني انا كنت بتكلم في الكلام ده. اه، ما مش مطلوب ان كل الناس اللي تتكلم على اليوتيوب تقعد تطبل المنتخبات بس، لا احنا بنتكلم على مشاكل المنتخبات يعني، ده بعد اذنك يعني. فالمنتخب المغربي محتاج اعاده هيكله كله على بعضه، من اول كبير المنظومه اللي هو مش عارف اساسا المنتخب المغربي رايح امم افريقيا يعمل ايه، وسواء المدير الفني اللي مش عارف يعمل توليفه، وسواء المدرب العام اللي بيحط لعيبه على مزاجه. فالمنتخب المغربي القصه مش قصه ملعب بس، انت عايز تظبط الملعب وتظبط بره الملعب، وتشتغل معلش يعني بعقليه اللي هو ينفع اللعيب المحلي على فكره يمثل منتخب المغرب، مفيش اي مشكله. اللعيب المحلي مش يعني مش لعيب سيء قوي، اللعيب المحلي على الاقل عنده روح وعنده قلب، ودي حاجه هتفرق معاك جدا في البطولات الافريقيه، ده لو انت مركز على البطولات الافريقيه. بس حته ان انت ما تركزش على اللعيب المحلي وتعتمد على اللعيب الجاهز، دي صراحه فكره فاشله بين 60 جزمه وما بتمشيش معاك خالص.
منتخب المغربي بيقول لك ان هو بيقدم كوره جميله، ما منتخب المغربي اللي شاف ماتش كويس يا جماعه للسيد وحيد خزرتش من ساعه ما جه، غير ماتش جامبيا تقريبا، هو كان في ماتش كده عامله في التصفيات كان حلو بصراحه، اللي هو كان في المجموعه كان غير الاستوائيه تقريبا، كان في ماتش حلو بس هو اللي عامله من اول ما جه وحيد خزرتش، ما فيش ولا مباراه قدمها بطريقه كويسه مع المنتخب المغربي، ما فيش غير مباراتين ثلاثه حرفيا اللي لعب بنفس التشكيل، فلما تيجي تتكلم ان المنتخب المغربي طلع وبطريقه سيئه فانا بصراحه مش مستغربها. انا كمشجع مصري ما كنتش مقلق من المنتخب المغربي بقدر ما كنت مقلق من غياباتي كمنتخب مصر، علشان خاطر عارف المنتخب المغربي بلغه الكره بيعك وهي كلها قصه فرديات، انما قصه مجموعه ما عندهمش هم الكلام ده. فنتمنى من الله ان المسؤولين في المغرب يحددوا وجهتهم المقبله في البطولات الافريقيه، انتوا عايزين ايه من المشاركه في البطولات الافريقيه؟ عايزين فعلا تكسبوها يبقى انتوا محتاجين تاخدوا خططكم الجميله دي وترموها، لان الخطط دي كلها فاشله بقالها 40 سنه، فانتوا محتاجين ترموها اساسا. خطه اللعيب الجاهز دي هو اللي هيجي يجيب الديب من ديله، الخطه دي لازم ترموها تماما، وحته المدرب اللي مقتنع ان في لعيبه استبعادها هيكون حاجه ايجابيه، ودلوقتي لما الفرقه خسرت تعالى نتكلم في الاستبعادات بقى، تعالى نتكلم في زياش، تعالى نتكلم في المزراوي، تعالى نتكلم في كل حاجه. فدلوقتي وحيد خزرتش محتاج يتحاسب، والمسؤولين محتاجين يتحاسبوا، ومصطفى حجي محتاج يتحاسب على اللعيبه اللي بيجيبها. فانتوا محتاجين ليله كبيره قوي سعادتك، فما تلبسش الموضوع ان قصه ان هو احنا محتاجين نلم علشان خاطر عندنا مباراتين قدام الكونغو، لا انت محتاج تحاسب علشان خاطر تعرف انت هتعمل ايه قدام الكونغو، لانك لو استمريت بنفس الشكل ده مباراه الكونغو رغم سهولة اسم الكونغو ممكن تكون صعبة جدا عليك كمنتخب مغربي. طولنا الفيديو، الكلام كان بيوجع، بس ده رأيي أنا كواحد بتكلم في كورة وكواحد متابع كورة. ممكن تقول لي ما بفهمش، عايز رأيك واحترم زي ما أنت مطالب إنك تحترم رأيي، أنا مطالب إنك أحترم رأيك مهما كان. لو عجبك الفيديو بقى معلش يعني بعد ما احترمنا بعض اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك.